طيب هتعملي لنا ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنبتدي نشتغل ده ماسك شعر. من الاساسي اللي احنا عملناه، الافوكادو مع زيت الزيتون. اوكي، ده البيسك الاساس. ده للبشرة. هحتاج الملعقة بليز. والجرجير. لا، الجرجير للشعر. الجرجير مش ده كان افوكادو بجرجير؟ كلهم مع بعض افوكادو وجرجير، لكن انا ده افوكادو بس. ده افوكادو بس، ده عشان افوكادو البشرة بس. بقى دخلنا في ماسك الوش. هنبتدي نعمل بقى من الستوك بتاعك اللي عندك في البيت او في الفريزر. اوكي، تاخدي منه ملعقتين او ملعقه على حسب استعمالك. ده يعمل ايه بقى في الماسك؟ ده افوكادو علشان ترطيب وتنعيم البشره ويديكي النضاره للبشره. أوكي. وكمان بنكمل عليه المكملات الغذائيه بتاعتنا علشان نعمل الفيس ماسك. الشوفان. الشوفان اللي هو المبيض. مرسي عايزه ماسك تجاعيد حول العينين. تجاعيد حول العين انا ممكن اعملها لك بعد لما خلصنا. ماشي. سربرايز. يلا حاضر. هديه. اوكي، هديه علشان اخر يوم. ناو بسم الله الرحمن الرحيم. ملعقه من الشوفان المطحون البودره اللي أوكي. احنا بنعمله في البيت. اوكي. انا هديكي ناو دلوقتي خلطه صح فعلا علشان تعملي فيه البشره بتاعتك لعبه حلوه قوي. دلوقتي شوفان مبيض، الافوكادو مغذي ومطري وبيدي نضاره. اوكي. هتاخدي صابون مبشوره بيضة، كلكم عارفين اسمها، ملعقه فقط لا غير مع الافوكادو علشان اعمل الغسول بتاعي وماسك في واحد، اتنين في واحد. ملعقه واحده من الصابون. اوكي، عشان احطه وبعدين اغسله براحتي. يس. يبقى أوكي. هتاخدي لك بس وتعملي مساج وتغسلي وشك. يبقى انت كده غسلتي وشك واديتي له ماسك. والصابون ده ما ياثرش لما احطه كماسك؟ نو، لانه هنا في افوكادو مطريه. المعادله انه الافوكادو اللي ما تنعم الاول خالص فيها الماده المعادله لترطيب. بذور الشيا هي حب الرشاد؟ لا، حب الرشاد حاجه غير بذور الشيا. اوكي، انا سالتها غيرها تماما. اسالي ابي ايه؟ تساليها ايش نسوي في الشعر الناشف جدا؟ شعري صاير ناشف مره. الشعر الجاف ده الماسك اللي لسه عاملينه، ورجعي هتدخلي على اليوتيوب تشوفيه من الاول تماما. ناو انا خلطت الصابونه بتاعتي المبشوره مع الافوكادو. الصابونه هتعمل حاله حفظ للماسك ده. يعني يعيش، يعني تديله. يعني حطينا للماسك الوش ده حطينا الافوكادو وحطينا الصابونه وحطينا الشوفان. اوكي. لسه فاضل بقى بياض البيضه. تنزلي بقى تاخدي مش بياض بيضه كامله، هتاخدي يعني تقريبا ملعقه شاي من البيضه عشان تمسك قوي الوش. بالظبط، عشان لما تفردي الماسك وينشف يشد. يبقى انت كده بتعملي شد للبشره وشد للتجاعيد وتغذيه والنضارة من الأفوكادو مع تبييض من الشوفان مع غسول من الصابون، وتبقى انت كده عملتي واحد فيس ووش فيس ماسك مع بعضياتهم الاثنين مع واحد. طيب انا عايز اسالك سؤال من ليبيا. فتحي بيقول هل الماسك ده للحية الرجل ولا خاص بالنساء فقط؟ ايوه، انت تقدر تحلق دقنك عند تحطه. او لا، ولو هو عنده شعر في دقنه يعني هو مطول دقنه مش مشكلة، ممكن يستعمله. هيبقى ناعم. ممكن تعمله بعيد عن الشعر بليز، يعني لو هتستعمل الماسك بتاع لا الشعر. لا، انا بتكلم شعر الدقن. هو بيتكلم على الماسك ده بتاع الشعر، ده للوجه، ده للشعر. ممكن يحطه على شعر الدقن. يس، على شعر الدقن لو في فراغات هيملى، لانه جرجير هيعمل اساسي لملء فروه الراس. وميار عايزه وصفه للحبوب اللي في الوش برضو، لما نخلص نعمل ماسك بتاع العين ووصفه الحبوب اللي في الوش. اوكي، بياض البيض يا جماعه، احنا كده خلصنا الوصفايه اهي امامكم. الغسول بتاع المراه العامله لو هي عايزه تعمله، هننزل بقى تقدري تحطيه بالزغلول الكبير. لا، ما هو احنا دلوقتي بنشرح دلوقتي حاجه. ده انت غسلتي خلاص وشك بيه كل يوم الصبح او بالليل، مش مشكله، ان شاء الله مرتين في اليوم. اوكي. ناو لما انا بسيبه شويه بيلم بعضياته بالتدريج، لانه الافوكادو لما بتندمج مع شوفان بتتقل. تمام. اوكي، انت مش محتاجه اكتر من كده مكونات في الماسك ده.